جيت تساعد جيت تطبطب قدم خير لقلب كبير وابتسامتك في وشوش تسبب حب وبهجة وفرح كتير. جلالة الملك ملك أرض الأنغام، اتفضل يا جلالة الملك. اتفضل يا جلالة الملك. السلام ليك يا جلالة الملك. السلام ليك. ازيكم يا شعبي المحبوب؟ واضح انكم مستعدين جامد للاحتفالات السنة دي. يا جلالة الملك احنا ما عندناش اغلى منك نحتفل كلنا بعيد ميلاده. متشكر يا مخمخ، متشكر ليكو. انتوا فعلا كل سنة بتفرحوني فرحة كبيرة في يوم عيد ميلادي، لكن واضح ان السنة دي الاحتفال مختلف. السنة دي عيد ميلادك الاربعين، وزي ما جلالتك عارف اننا بنحتفل احتفال خاص بالمناسبة دي، لازم السنة دي الاحتفال يكون اكبر من كل سنة واحلى كمان. احنا طلبنا من كل البياعين اللي في المنطقة يشيلوا حاجتهم علشان نوسع المكان هنا ويكفي للاحتفال. مش فاضل غير ناس قليلة لسه ما مشيتش، بس خلاص هيقوموا على طول. يلا يا عم اسكندر. حاضر يا بنتي هقوم، بس انت عارفة ان انا راجل كبير ومش هعرف اشيل الحاجة دي كلها لوحدي. استنى يا عم اسكندر، انا هساعدك تقوم، بس انت الحقيقة مش محتاج تلم حاجاتك. خليك وخلي كل البياعين في مكانهم. شكرا ليك يا جلالة الملك. انا متشكر جدا يا جلالة الملك. ازاي يا جلالة الملك؟ وهنعمل الاحتفالات فين؟ انا قررت ان السنة دي الاحتفالات هتكون عندي في القصر بتاعي. كلكم مدعوين نحتفل مع بعض في القصر. هتيجوا وهتجيبوا معاكم كل حاجاتكم واصحابكم واي حاجة انتوا عايزينها. طبعا جلالتك ما تقصدش كل الناس، يعني اكيد قصدك الاغنية والاعيان وكبار البلد بس. لا يا مخمخ، انا قصدي كله، يعني كله. بالعكس، البياعين والغلابة والفقراء هم أول المدعوين. انتوا عارفين اني بحبهم وبهتم بيهم أكبر اهتمام. انتوا كلكم عارفين قد ايه انا حبي ليكم. لكن يا ترى القصر هيكفي كل الناس دي؟ قصري هيكفي وزيادة.
ما تخافوش خالص. بس يا جلالة الملك، احنا عارفين ان القصر بعيد والسكة ليه مش سهلة، ازاي هنعرف نوصل يعني؟ السكة فعلا بعيدة وصعبة شوية، بس انا هساعد كل اللي عايزين يجولي علشان يوصلوا، وهرشدهم للطريق الصح. اهم حاجة محدش يكسل، كله يجي، وفي الطريق انا هعرف ازاي اخليكم توصلوا. يلا انا هسيبكم دلوقتي واشوفكم يوم الاحتفال. مع السلامة، مع السلامة، وما تتأخروش. مع السلامة يا أولاد، مع السلامة. مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. أنا مش مصدق نفسي برضو، دي حاجة جميلة قوي، أكيد قصر الملك ده هيكون جميل جدا. طبعا يا أبو طويلة، مفيش أجمل من قصر الملك، بس يا ترى هيكفي كل أهل المدينة؟ ما أعتقدش إنه هيكفي، مش معقول يعني هياخد كل الناس اللي في البلد. لكن الملك قال إنه هيكفي، أنتوا إزاي مش مصدقين؟ يا بوشبوش، هو أكيد يقصد الناس اللي موجودين هنا دلوقتي، لكن الخبر لما يتسمع وكل أهل المدينة يعرفوا هيروحوا على القصر، وساعتها بقى مش هيكفي كل الناس. طب وبعدين يعني هنعمل إيه؟ أنا شايف إننا لازم نلحق بسرعة، نحضر حاجتنا ونجري على القصر بتاع الملك، لأن اللي هيوصل الأول هو اللي هيلاقي مكان، واللي هيتأخر مش هيلاقي. يلا بينا بسرعة، دي حاجة جميلة قوي، أكيد قصر الملك ده هيكون جميل جدا. أنا لازم أفك الحاجات دي دلوقتي، أنا محتاج حد يساعدني. ممكن أي حد يساعدني؟ شوف أنت بقى حد يساعدك، إحنا لازم نلحق نحضر نفسنا علشان نلحق الاحتفال. مش معقولة يا سندي هنسيب صاحبنا محتاج مساعدة. تعالوا خلونا نفكه. معاك حق يا بوشبوش، تعالوا نساعد أبو طويلة. مش مصدق الكلام اللي الناس بتقوله، الملك قال اننا كلنا لازم نروح عنده، واكد كمان ان في مكان لكل الناس، اكيد في مكان لكل الناس زي ما الملك قال. هو فعلا قال كده، بس ده ما يمنعش اننا لازم نلحق نوصل بسرعة علشان نلحق مكان حلو وقت الاحتفال نفسه. ده غير ان الملك ممكن ما يكونش عارف الشعب قد ايه كتير، ولما الناس تروح ما يكونش في مكان ليهم، علشان كده لازم نلحق نروح بسرعة. لأ يا ساندي، أكيد الملك عارف الشعب كله، وأكيد في مكان للناس كلها. على العموم مفيش مشكلة إننا نجري بسرعة ونحاول نوصل على طول، أكيد مش هنخسر حاجة لو اتحركنا بسرعة. يلا بقى. أنا عن نفسي عايز أروح بسرعة قوي، ونفسي أجهز الفقرة بتاعتي في العرض وتطلع حلوة وجميلة قوي. أنا مش قادرة استنى، نفسي أوصل بقى وأقدم للملك الهدية بتاعتي اللي حضرتها له. أيوة صحيح، الهدية، أنتوا عملتوا إيه بقى في الهدية؟ أنا بقى جبت للملك تاج جميل قوي، اشتريته له من السوق. أنت هتجيبي للملك تاج إيه؟ ده أكيد مش معمول من دهب. أيوة طبعا مش دهب، أنا مقدرش أجيب تاج دهب، ده بلاستيك. وتفتكر الملك مستني التاج بتاعك؟ ده تاج لعبة يا ماما. أمال أنت بقى جبت إيه للملك؟ أنا جايب له مروحة يدي يستخدمها وقت الحر، مصنوعة من ريش النعام. يعني هي دي بقى الهدية؟ ما هو أكيد عنده منها كتير. أنت إيه اللي فهمك أنت؟ دي هتكون أحسن هدية تجيله السنة دي. وأنت بقى يا زيزي جبتي له إيه؟ أنا عارفة إنه بيحب الموسيقى،
فجبت له الآلة دي اسمها هارب عشان يعزف عليها. وانت بقى يا سيبوشبوش ساكت كده ليه؟ ما تقول لنا هديتك ايه؟ ايه؟ انا هديتي بسيطة بس مختلفة، حبيت اقدم حاجات اكون انا واهل بيتي اللي عاملينها علشان تكون معمولة مخصوص للملك، وهو اكيد هيفرح بيها. وعملتوا ايه بقى يا ترى؟ ماما بتعرف تعمل الخيوط وتعمل منها قماش وفي الاخر تعمل هدوم، علشان كده عملت له شال احمر جميل، واختي بتعرف تطبخ اكل حلو قوي، طبخت له الاكل اللي بيحبها. واما انا بقى فحضرت له عصير برتقال يشربه ويبقى فرحان. ايه اللي انت بتقوله ده؟ دي هدايا دي؟ صحيح يا بوشبوش، دي هدية تضحك قوي، مفيش حد يقدم هدية كده يعني، وخصوصا للملك. هي دي الحاجات اللي اقدر اعملها، حاجات عملها له مخصوص ليه هو، وهو هيفرح بيها. خلاص بقى يا جماعة، كل واحد حر في الهدية بتاعته، ما تتريقوش على هدية حد. دلوقتي لازم نبدأ نتحرك عشان نلحق نوصل بسرعة. يلا يلا بينا، يلا بينا، يلا بينا، احنا كده هنتأخر، المشروب قال. يلا بينا احنا كده هنتأخر، زمان كل الناس سبقونا. احنا فعلا محتاجين نتحرك بسرعة. ساعدوني يا ولاد. ايه؟ نساعدك؟ بصراحة احنا مستعجلين قوي، مش فاضيين. ساعدوني، ربنا يبارك لكم، انا ست كبيرة وتعبانة وكمان جعانة. بس هنعمل ايه؟ احنا معناش حاجة نساعدك بيها، وبعدين زي ما قالك احنا مستعجلين. اي حاجة اكلها. شكلك كده هتأخرينا، يلا بينا، يلا احنا كده عمالين نتأخر. مينفعش نسيبها، مينفعش تكون محتاجة مساعدة ونسيبها. اوه، خليك انت ساعدها، احنا لازم نتحرك، ويبقى وريني هتلحق ايه. يلا يلا بينا. فعلا يا بوشبوش، احنا لازم نتحرك، تعالى معانا. لا، روحوا انتوا وانا هشوف هساعدها ازاي، وهبقى اكمل الطريق لوحدي. انت حر، يلا بينا. شكرا يا ابني، انت ولد طيب. شكرا ليكي، بس قوليلي ممكن اساعدك ازاي؟ انا جعانة، شوف لي اي حاجة كلها معاك. بصراحة انا فعلا معايا اكلة جميلة، بس كانت معمولة لحد عزيز عليا. على العموم مش مشكلة، هبقى اديله الشاي والعصير. اتفضلي. وريني كده، يا خبر، ده اكل جميل قوي وكتير كمان. اه، ما هو كان معمول للملك مخصوص. بس ده كتير عليا، انا هاخد جزء منه وادي لك الباقي. لا لا، خديه كله، طالما انت جعانة وانا معايا اكل يبقى تاخديه، خديه كله، انت محتاجة للاكل ده. ربنا يخليك يا حبيبي، انا اسفة اني اخرتك واخدت منك جزء من هدية الملك. بالعكس، انا فرحان اني ساعدتك وفرحتك. بعد اذنك انا لازم اكمل الطريق بتاعي. استنى، مش انت رايح قصر الملك؟ انا هدلك على طريق مختصر يساعدك في سكتك. بجد؟ يا سلام. لو مشيت من هنا هتعدي على البركة المسحورة، بس لو دخلت من الطريق ده هتطلع في اخر سكة البركة. ياه، ايه المكان الغريب ده؟ الطريق ده هيوفر عليك وقت كتير قوي. انا متشكر جدا، مع السلامة، مع السلامة، مع السلامة. استنى، خد دي كمان معاك. ايه ده؟ وايه دي كمان؟ هتعرف في الوقت المناسب، علشان انت بتحب تساعد الناس، دي هتخليك تساعد صحابك كمان. مع اني مش فاهم، بس برضو متشكر، مع السلامة. سلام يا حبيبي. ايه المكان ده؟ غريبة اوي البركة دي، يا ترى يا ترى هنعدي ازاي؟ أرمي
بيكم في بركة الأنغام السحرية. علشان تعدوا لازم تدوسوا على الطوب اللي بيعمل اللحن السحري بتاع البركة. طوب ونغم سحري؟ أنا مش فاهمة حاجة. كل طوبة موجودة في البركة ليها نغمة لما تدوسوا عليها، عشان كده دي بركة الأنغام المسحورة. أوه، وبعدين يعني هنعمل ايه علشان نعد؟ ماله ده عصبي كده ليه؟ معلش، هو ابو طويل عصبي شوية، بس احنا اسفين. ممكن بس تفهمنا هنعمل ايه علشان نعدي؟ بس بسرعة لو سمحت، اصلنا مستعجلين قوي. النغمة السحرية هي مفتاح البركة. عشان البركة تنشف وتقدروا تعدوا لازم تعزفوا اللحن ده. وزي ما قلت لكم، كل طوبة ليها نغمتها، ولو وقفتوا على طوبة غلط هتغوصوا في البركة. أما لو عرفتوا تقفوا على الطوب اللي بيديكم الأنغام المظبوطة هتقدروا تعدوا. حظ جميل. ونعملها ازاي دي بقى؟ شكلنا كده مش هنعرف نعدي. لازم حد يكون بيعرف في الموسيقى والأنغام. زيزي، مش انت بتعرفي تعزفي؟ ايوه بعرف، بس لازم يكون في معانا نوتة او دليل نمشي عليه. طيب وهنعمل ايه دلوقتي؟ اعملي اللحن اللي بيعمله دلوقتي، اكيد هو ده كلمة السر. قصدك لحن السر؟ دمي خفيف. انت بتهزر؟ ده وقته. لازم نجرب اي حاجة. اتصرفي يا زيزي. طب تعالوا نجرب. انا هنط على الطوبة دي. هوبا، النغمة غلط. انذار. انذار. ايه ده؟ انا بنزل في البركة، ساعدوني حد. يا خبر ابيض. طب جربي انت كده يا ساندي، جربي الطوبة دي. ايه؟ انا؟ لا، ما تجرب انت. خليني انا للاخر علشان لو احتجت انقذكم. خلاص هجرب. يلا هيلا هوبا. برضو النغمة غلط. انذار. يا خبر انذار. الحقنا يا ابو طويلة. طب وبعدين؟ هجرب اي حاجة. هيلا هوب. بداية صحيحة، نغمة مظبوطة. يا السلام. ايوة كده يا ابو طويلة. برافو عليك، برافو. يلا كمل بقى، كمل. نجرب بقى الطوبة دي. هوبا. للأسف النغمة غلط. حظ سعيد مرة تانية. مش عارفة أخرج. حتى انت كمان يا ابو طويلة. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ حدي الحقنا، انقذونا، الحقونا. بوشبوش هو الوحيد اللي لسه ما وقعش في البركة. الحقنا يا بوشبوش، يا بوشبوش. ايه ده؟ زيزي، ساندي، ابو طويلة، انتوا ايه اللي حصل لكم؟ بوشبوش، انت ازاي عديت البركة دي؟ مش مهم دلوقتي ازاي عدى، المهم يساعدنا. بص يا بوشبوش، الطوب اللي هنا ليه نغمات، علشان نخرج لازم تعرف اللحن السحري. اهو سامع اللحن ده، عايزين نعزفه علشان نعدي. استنوا، انا معايا ورقة فيها النغمات دي. انا دلوقتي فهمت. يا سلام، شكرا ليك يا ست يا طيبة. ست ايه؟ والنغمات ازاي معاك يعني؟ مش مهم ازاي، يلا يا بوشبوش. طيب اما حاول. ايوه، لو عايز الدو يبقى ادوس على الطوبة دي، ولو عايز الري يبقى ادوس هنا اهو. خلاص يبقى نجرب كده. هوبا، نغمة سليمة. يا سلام، ونجرب هنا كمان. هوبا.
نغمة سليمة. آه يا سلام، نغمة سليمة فعلا. الحمد لله نغمة سليمة، الحمد لله. لن 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 برافو، انت كده فكيت السر وتقدر تعدي في البركة المسحورة. يا سلام يا سلام عليك يا سلام. برافو عليك يا بوشبوش، برافو فعلا، برافو، الحمد لله. يلا يلا بينا بسرعة علشان اتأخرنا. فعلا فعلا اتأخرنا. بس انت ازاي عديت من البركة دي؟ احنا سبناك ورانا. هحكي لكم كل حاجة بس في السكة. يلا يلا بينا. ايه ده، اخيرا لقيت حد. لو سمحتوا ممكن تاخدوني معاكم؟ انا بقالي كتير قوي تاي، خلوني امشي معاكم. مش مشكلة مش مشكلة، تعالى بس. يلا شكرا شكرا ليكم. بس ممكن حد يساعدني اعدي البركة دي؟ اصلي مش بعرف اعديها لوحدي. استنى انا هجيلك علشان اعديك. ايه، هتروح له وتعديه؟ هو احنا ناقصين تضيع وقت؟ احنا ما عندناش وقت، لازم نمشي. مش ممكن نسيبه. يبقى انا مضطر اقولك ان احنا هنسيبك ونمشي تاني. معقولة هنسيبه تاني؟ مش ممكن. خليكي معاه، انا همشي. وانا كمان لازم امشي على فكرة. طب خلاص خدوني معاكم. معلش يا بوشبوش، احنا فعلا لازم نتحرك. خلاص روحوا انتوا وانا جاي وراكم. سلام. مع السلامة. مع السلامة يا بوشبوش. تعالى بقى لما خليك تعدي، امسك فيا كويس. تعالى يلا هوبا، يلا خلي بالك، يلا بص هنعدي هنا، ايوه دوس هنا. برافو برافو عليك. غريبة قوي البركة دي. دي بركة الانغام المسحورة وليها لحن زي كلمة السر، احنا فكناها خلاص. ايوه احنا كده وصلنا. انا متشكر قوي انك ساعدتني، انا اصلي تايه بقالي وقت كبير وماشي من فترة في الشمس وبقيت تعبان وكمان عطشان. معكش اي حاجة اشربها؟ حاجة تشربها؟ الحقيقة انا معايا بس. بس ايه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ عصير البرتقال ده كان للملك، انا مش معايا غير العصير والشال، لو اديتهوله مش هيكون معايا غير الشال، اعمل ايه يا ترى؟ انا مش فاهم حاجة. لا 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 مفيش حاجة. هو انت متأكد انك عطشان؟ ايوه طبعا، انا مش عارف هكمل ازاي من غير ما اشرب حاجة. خلاص خلاص خد العصير ده اشربه، وانا بقى هبقى احكي للملك على اللي حصل. الله ده جميل وساقع، متشكر متشكر قوي، انا متشكر بجد. طب يلا يلا نكمل مع بعض. لا كمل انت، انا مش همشي من هنا. بس خلي بالك انت كده داخل على غابة الورود والالحان السعيدة. الورد اللي في الغابة ده على طول بيغني وفرحان وعايز اي حد يغني معاه، لو شافك مش هيسيبك. لو عايز تعدي من غير ما ياخد باله منك لازم تغطي نفسك بورق شجر كبير علشان ما يشوفكش. ياه غريبة قوي الموضوع ده، ورد على طول فرحان وبيغني. بتهيألي حاجة ظريفة قوي. ايه ده، انت رحت فين؟ راح فين الولد ده؟ على العموم مش مشكلة، انا هكمل بقى. جميلة قوي الورد اللي بيغني ده. الفرح والانبساط مروقين.
أحلى من الحياة. لا 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 يا صديقي، والغناء الغناء طول الوقت في طريقي، والكل يقول يا ده جمال موسيقي. يا حبيبي كن مبسوط، هاي عيش حياتك، عيشها كل يوم، عيش حياتك وما تفوتش يوم. ايه المكان الغريب ده؟ احنا فين هنا؟ مش عارفة، بس سمعين صوت الغنى؟ غنى ايه؟ هو ده وقته؟ فضلكم انا؟ يا اهلا يا اهلا، رايحين فين؟ انتوا مش هتمشوا من هنا ولا حتى بعد 100 سنة. ايه؟ احنا لازم نمشي، لسه قدامنا مشوار طويل. احنا مستعجلين. مستعجل ليه؟ وراكم ايه؟ ده اليوم طويل. الحقني يا ابو طويلة، الورد ربطني. هنغني ليه وعلى الانغام نرقص ونميل. سيبونا ارجوكوا سيبونا، حد يفكني. احلى من الغناء، لا 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 يا صديقي، طب يغنوا معاك. ايوة يغنوا في فريقي، يا عالحلم يا ريت يطلع حقيقي. حبيبي كن مبسوط، عيش حياتك، عيشها كل يوم، عيش حياتك وما تفوتش يوم. بش بش، ايه ده؟ انتوا ايه اللي عاملينه في صحابي ده؟ لو سمحتوا سيبوهم. انت عديت مننا ازاي؟ لازم حد قالك على السر. على العموم مش مهم، تعال غني معانا. لا طبعا مش هغني. لازم نسمع غناك ونغني معاك. دي الالحان جواك، لحن واحد هينزلهم من هناك. اتفضل غني، مفضوع ودانه سمعاك. الحان ايه اللي جوايا؟ افتكرت اللحن بتاع البركة. طيب وهقول عليه ايه يا ترى؟ خلاص انا هقول اي حاجة. انا بوش 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 بيبش بش، اصحابي دول اللي هناك. انا بوش بوش اقول ايه على طول؟ بيفرفش، بحاول اغني لك. انا لازم الف اغنية مش عارف هقول فيها ايه. هغني عشانكم يا صحابي، اي كلام يخلص بالايه. اي كلام، اي كلام اهلي على طول تلاقيني اشوف محتاج لي ايه. لو بقي ميه لقمه هنيه، نفرح بيهم احنا الاتنين. كده خلص وبكده تكسب معانا. فكوهم يا بنات، تقدروا تمشوا انتوا، بس احنا مش هنبطل غناء. بابارا بارا بارا بابا بابارا بابا بطارا بابا. الحمد لله على السلامة. انا مش عارفة اشكرك ازاي. شكرا. يا سلام، انت فعلا انقذتنا. يا السلام عليك يا بوشبوش. احنا اسفين اننا سبناك، ما تزعلش مننا. ما حصلش حاجة يا زيزي، انا مش زعلان. يلا علشان نكمل المشوار. ايه ده؟ بصوا كده، ده قصر الملك قرب. فعلا احنا قربنا خلاص نوصل. يلا بينا على قصر الملك. يلا بينا. لو رايحين قصر الملك خدوني معاكم. يا خبر ابيض، انت مين؟ انا عمكم فريد، قاعد هنا بقالي كتير مستني. مستني حد يساعدني ويوصلني معاه لقصر الملك. بصراحة احنا مستعجلين قوي، ولو ساعدناك ممكن نتأخر ويمكن ما نلاقيش مكان لينا في القصر. مش هنقدر نساعدك يا عم فريد، اسفين قوي. لو ساعدناك
احتمال كبير ما نلحقش الاحتفال. يا ولادي انا راجل عجوز وتعبان وقاعد في البرد ده بقالي فترة، والملك قال ان القصر في مكان لكل الناس، اكيد هتلحقوا ما تخافوش. هو انت بردان يا عم فريد؟ ايوة يا ابني بردان، بردان جدا. خد الشال ده اتدفى بيه. يا خبر يا بوشبوش، ده شال الملك، ده جزء من هديتك. لا 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 خلاص، ده كان اخر حاجة في هديتي. اتفضل اتفضل. شكرا يا حبيبي، شكرا ليك. يلا مفيش وقت للكلام، كفاية تأخير. انا مش هقدر اسيب عم فريد، لازم اساعده. روحوا انتوا وانا هساعده. برضو يا بوشبوش هتسيبنا زي كل مرة؟ لا يا سندي، هو مش بيسيبنا كل مرة، احنا اللي بنسيبه، بس المرة دي انا مش هسيبه. يبقى للأسف هنسيبكم انتوا الاتنين المرة دي. براحتكم، بس احنا كل مرة سبناه فيها احنا اللي بنتعطل وهو اللي كان بينقذنا. كل ده ما تعلمتوش ان هو اللي كان صح؟ واضح اننا كنا غلطانين لما سبنا الناس اللي محتاجة مساعدة، وبوشبوش كان معاه حق انه لما كان بيلاقي حد محتاج مساعدة بيساعده. بس المرة دي قصر الملك خلاص خلاص قدامنا اهو، والاحتفالات شكلها هتبدأ، لو اتأخرتوا مش هتلحقوا تقدموا العرض بتاعكم. خلاص يا زيزي روحي انتي وانا هجيبه وحصلكم. لا يا بوشبوش، انا هستنى معاك حتى لو اتأخرنا. الملك لو عرف اننا اتأخرنا عشان كنا بنساعد حد من اهل المدينة هيكون فرحان. انتوا احرار، يلا بينا يا سندي. يلا يلا بينا يلا. ربنا يخليكم يا ولاد، الملك اكيد هيفرح بيكم، انتوا فعلا اولاد طيبين قوي. شكرا ليك يا عم فريد، انا متشكر قوي. يلا بينا. انت تقيل قوي يا عم فريد. ياه اخيرا وصلنا. بص كده الناس دي كلها وصلت قبلينا. احنا كلنا جاهزين للاحتفال، كلنا مستنين الملك علشان نحتفل بيه. الكل يستعد علشان اول الملك ما يدخل نبدأ الاحتفال. يا خبر، الاحتفال هيبدأ، بوشبوش وزيزي لسه مجوش. انا قلت لهم وما سمعوش الكلام، يبقوا يوروني شطارتهم بقى. ادي الاحتفال هيبدا من غيرهم علشان تعرفي ان احنا اللي كان معانا حق. الملك جاي من بعيد اهو. الكل يستعد. جلالة الملك، ملك أرض الأنغام. فليبدأ الاحتفال. ايه ده؟ راح فين؟ ده حصان الملك. فين الملك؟ إيه ده؟ بس الملك مش موجود عليه. غريبة أوي. ده حصان إيه ده؟ الملك والملك مش فاضي. عليه. غريبة أوي. ده الحصان فاضي. هيلا هوبا. أيوة تعالى يا بوشبوش ساعدني. شكرا يا حبايبي، شكرا ليكم، أنا مش عارف أشكركم إزاي. يا سلام أخيرا وصلتوا، ده أنتم مريحين بشكل يا بوشبوش أنت وزيزي. هم مالهم ساكتين ليه؟ ما بدأتوش ليه الاحتفالات؟ الملك لسه مجاش. إحنا كلنا افتكرنا إن الملك وصل لما الحصان بتاعه دخل وكنا هنبدأ، بس طلع الملك مش عليه، علشان كده مستنيين. مش محتاجين تستنوا خلاص، لأن الملك وصل خلاص. أنا الملك يا ولاد. مش محتاجين خبر الملك. إزاي الملك يطلع عم فريد؟ يا ريتنا كنا وقفنا معاه في الطريق. انا مش بس عم فريد، انا كنت الولد الصغير والست العجوزة اللي سبتوهم ومرضتوش ابدا تساعدوهم في الطريق. بوشبوش بس
هو اللي ساعدني. احنا اسفين يا جلالة الملك، احنا اسفين ان احنا سيبناك. انا اسفة يا جلالة الملك، انا فعلا كنت غلطانة. ما حصلش حاجة يا زيزي، انت اتعلمتي من بوشبوش، وعلشان كده استنيتي وساعدتي عم فريد. اما انت يا بوشبوش فعملت بالظبط اللي انا كنت اتمنى ان كل اهل المدينة يعملوه. كلكم عارفين قد ايه انا بحب الغلابة والمحتاجين اللي في المدينة بتاعتنا. لو كنتوا عايزين تقدموا لي هدية حقيقية كنتوا اهتميتوا بيهم وساعدتوهم، تخدموهم بكل حب وانتوا فرحانين، ساعتها هتكونوا قدمتوا ده ليا انا شخصيا. انت يا بوشبوش قدمت لهم الهدايا اللي كنت محضرها لي، والحقيقة ان الهدايا دي هي الوحيدة اللي وصلتني واستمتعت بيها، وهي دي احلى هدايا جات لي النهاردة. احنا اسفين يا جلالة الملك، اسفين ان احنا سبناك. انا مش زعلان منكم، لكن عايزكم تتعلموا الدرس ده من بوشبوش. اي واحد غلبان او محتاج هو ابن او بنت من ولادي، ولما تساعدوه انتوا بتساعدوني انا. لما تدوله اي حاجة محتاجها بحب انتوا بتدوا الحب ده ليا انا، وهي دي هتكون حقيقي حقيقي اعظم هدية. ودلوقتي يلا نبدأ الاحتفال بعيد ميلادي، عيد ميلاد الملك الاربعين. يلا يا اولاد نحتفل ونفرح ونتبسط مع بعض. هي دي بقى اعظم هدية. ايد تساعد ايد تطبطب قدم خير لقلب كبير، وابتسامتك في وشوش تسبب حب وبهجة وفرح كتير. ايد تساعد ايد تطبطب قدم خير لقلب كبير، وابتسامتك في وشوش تسبب حب وبهجة وفرح كتير. منك بتقدمها حب للناس، دي محبة بتقدمها ليسوع ولأجمل إحساس. كل حاجة حلوة منك بتقدمها حب للناس، دي محبة بتقدمها ليسوع ولأجمل إحساس. خيرك ده ممكن يبقى لعبة تديها لحد وتخلي فرحان، أو حضن جامد لو حاسس بوحدة يحس بعدها بالأمان. خيرك ده ممكن يبقى لعبة تديها لحد وتخلي فرحان، أو حضن جامد لو حاسس بوحدة يحس بعدها بالأمان. تسبب حب وبهجة وفرح كتير.